كيك الجنزبيل والشوكولاتة ومقادير الكيك: نص كوب زيت، نص كوب كاكاو، نص كوب عسل اسود، 3/4 كوب سكر بني، 2 بيض، ربع كوب لبن رايب، 1 كوب دقيق، 3/4 معلقه صغيره بيكنج سودا، نص معلقه صغيره ملح، 2 معلقه صغيره جنزبيل، 1 معلقه صغيره قرفه، وربع معلقه صغيره قرنفل، واخر حاجه ربع معلقه صغيره جوزة الطيب كمان. وبعدين عندنا فروستنج الكريم تشيز، هيكون 1 كوب زبده، 1 كوب كريم تشيز، 5 كوب سكر بودره، 2 معلقه صغيره قرفه، و1 معلقه صغيره فانيليا. هنبتدي بالكيك. هنحط السكر البني والبيض والعسل الاسود، هنضربهم مع بعض، وبعدين وهما بيتضربوا هنحط الزيت معاهم شويه شويه. وبعد كده نبقى نضيف بقية المكونات. دلوقتي هنحط الدقيق، الكاكاو، الجنزبيل، جوزة الطيب، القرنفل، قرفة، الملح، والبيكنج سودا، وآخر حاجة هنحط اللبن الرايب. وهنضربهم كلهم مع بعض. وبكده خليط الكيك جاهز. هنقسمه على صينيتين متجهزين بالزبدة والدقيق، وهندخلهم في فرن بدرجة حرارة 160، وهيقعدوا في الفرن 20 دقيقة. دلوقتي نبتدي نحضر الفروستنج. هنضرب الزبدة لوحدها في الأول علشان تبقى هشة، وبعد كده هنضيف بقية المكونات. هنضيف الكريم تشيز، السكر البودرة، القرفة، والفانيليا، وهنضربهم كلهم مع بعض. كده الفروستنج جاهز. هناخد الفروستنج هنحطه في كيس حلواني، وبعدين هنجيب الكيك الجاهز ونزوقه مع بعض. وده بيكون شكل الكيك بعد ما بيطلع من الفرن. هنحط طبقة فروستنج ما بين الكيكتين، وبعدين هنحط طبقة الكيك الثانية.